أشوف قسوة يعني في النقد على ياسر القحطاني. ياسر القحطاني يمكن عبر عن وجهة نظره أو رؤيته فيما يخص شيء شافه هو ولمسه. قد يكون الأخطأ في التعبير أو في لغة التصريح اللي تكلم فيه، ولكن أنا يمكن أؤكد على كلام أخوي حسن فيما يخص أنه كان من الأفضل أنه هو يلتفت الجوانب الفنية أكثر من هي الجوانب يعني اللي بعيده كل البعد عنه هو كلاعب. هذا من جانب. من جانب ثاني، انا اشوف انه ياسر القحطاني مثل ابو فارس قص عليه يعني مر بشكل كبير، ياسر ما زال عنده شيء يعطيه، وانا متاكد تماما، انا من الناس اللي مقتنعين تماما بانه ياسر ما زال لديه الكثير اللي قدمه للكره السعوديه. ايه رأي يا ابو فارس، معلش ابو فارس، ابو فارس انت قلت كل اللي عندك عن ياسر يا اخي. تدري في حاجه رأي هذا في حاجه ما تحب تسامع، انت ما تحب ياسر. لا انا والله ما احبه، والله ما انا ترى هذا من دقيقتك. لا انت مسؤول، والله ما تحبه، انت مسؤول. شوف انا ياسر من اللي كنت معجب بياسر، ومنه انا من افضل اللعيبه اللي مر على كره السعوديه. واحد يتكلم الله يرضى عليكم، لكنه خلاص الله يرضى عليك. لو سمحت هو ياسر للأسف ابتعاده عن المشاركة بشكل أساسي في مع الفريق أثر بشكل كبير جدا، وأنت تعرف أن الدكة هذه قاتلة وتقتل اللاعب أي حال مهما كان. طيب فأعتقد أنه يا أهلا يا أستاذ، معلش خلوا يمثل نادي بحجم الهلال لا أنا بسألك سؤال، مين في أفضل من ياسر مثل الهلال في الفترة السنتين الماضية؟ لا ما لعب السنتين الماضية، معلش قفل السنتين الماضية، ياسر القحطاني السنتين الماضية ما لعب جزئيتك، ما لعب السنتين الماضية، انت ما فاصل اعطني انا فرصتي. طيب خلاص قفل، لا دقيقة، لا مو دقيقة، لا يقول لك سنتين هو ما لعب، معلش لو لا تتكلم ابو فارس ارجوك ابو فارس اهدى، العام كم صار ما لعب صحيح، هي ما لعب اللي اقوله انه ياسر، يا اخي تتكلم لا تناظر ابو فارس، وكانك تحسس ابو فارس انه يلا رد علي ابو فارس. لا المحامي الغلط ما نبغاه، لا لا معلش خليك تقول رأي، هذا رأيي يا اخي مو رايه، انه ناقشك برايك، هو سؤال ناقشك برايك. لما اقول انا غلط، لما انت انتقدت وسليت السيوف على ياسر ناقشك هو. انا ما بقول اني بقول انه رايي يا ابو زياد، يا ابو زياد انا دخل في الثواني لي معلومه غلط، هذا راي غير ومعلومه، الرجل سنتين ما بيلعب. طيب وانت تجيني تقول لي قضيت بيلعب قضيت خلاص، ايش تبغى اقول؟ انا ابغى اتكلم، ابي اكمل كلامي صراحه. ابو زياد، ابو زياد انا حق